إذا كان عندنا وقت هنتكلم على الدوري في الآخر، لكن قطناه بحثاً. خليني الأسئلة الأربعة اللي وجهتها لك في النادي الأهلي، خلينا نبدأ بكهربا لأنه سؤال، وهل بالفعل في أزمة مالية في النادي الأهلي، وهل في قرار نهائي أنه الأهلي سيسدد الغرامة بالاتفاق مع كهربا أو بطريقة ما مع كهربا؟ شوف يا كابتن، القول الفصل في موضوع كهربا وفقا برضو للمعلومات، يعني كهربا له مستحقات قديمة جداً عند النادي الأهلي. عند النادي الأهلي كويس، من قبل الإعارة. نعم، فبقى لها فترة طويلة شوية، وده عامل مبلغ كبير. كويس كويس، الأهلي هيصرف له المبلغ ده خلال أيام كامل. حلو، مش تقسيط. كويس كويس، وعقد كهربا الجديد في الموسم الجديد اللي احنا هنبدأه. نعم، عقد كبير برضه بالمناسبة، يعني عقد محترم. كويس، الأهلي هيصرف له جزء كبير جدا منه. مقدم كبير. نعم، الجزء ده على الجزء القديم بتاع المستحقات عامل رقم كبير. هيغطي الغرامه؟ لا والله، يقرب الا منها قليلا يعني. فالكهرباء هيكمل على المبلغ ده ويسدد. نعم، الغرامه. ده قول الفصل. خد من النهايه، امتى بقى؟ خلال الايام دي، خلاص الاسبوع ده. طب هناك ازمه ماليه داخل النادي الاهلي؟ دي نقطه مهمه جدا. نعم، الاهلي زي بقيه انديه مصر وكل الرياضه اتاثر في كورونا وما الى ذلك. نعم، لكن هل الاهلي عنده مشكله ماليه محجوز مثلا على رصيدته في البنك مثلا؟ لا. طب هل عنده ديون مثلا؟ لا. هل عنده مشكله في الرواتب بتاع الموظفين والاداريين والمدربين؟ لا. الاهلي له مديونيات في الخارج لدى الغير بمبالغ طائله. نعم، من ضمنها بند واحد بس اكتر من 60 مليون جنيه. كويس، لكن انت عارف الموضوع، الرعايه بيعمل رواج داخل النادي طبعا، ويعتبر باكج مهم جدا في الميزانيه. صحيح، فده اللي هيعمل انفراجه كبيره جدا، لكن مفيش ازمه بالمعنى الحقيقي للازمه. طيب، لكن في ترصد. ترصد، في محاوله للتشويه. نعم، في ناس عاوزه انها تلقي دايما الدكتور. انا فيها كابتن حاجات في الفتره الاخيره بقيت اسمعها، بحس النادي الاهلي قفل ابوابه وطفى الانوار وقال خلاص ترى مفيش لعب. من اللي انت بتسمعه، النادي مضلم. انا لسه مثلا جاي من الجزيره، في ملاعب بادل تنس بتعمل في الجزيره. لا، ده حد لسه قايل لي، وفي الشيخ زايد حد زميلنا هنا قال لي ملاعب الاسكواش الجديده في الشيخ زايد تحفه. اه، وسالت امبارح على مشروع على فرع التجمع، قالوا انهينا كل شيء، بس قال لك مش مفاجأة. هنقدر نفتتح الا لما الكابتن الخطيب يرجع بالسلامه ان شاء الله. مظبوط، وهيبقى مفاجاه. ملف الاستاد هتسمع عنه قريب. لسه هسالك عن ملف الاستاد، لانه ملف يتم الترتيب له. اذا انت بتقول، طب عقد الرعايه هل انتهى؟ وهل انتهى بقيمه جيده؟ انتهى عقد الرعايه، الاهلي وقع كل الاوراق الخاصه بعقد الرعايه. نعم، خلاص الموضوع انتهى واتقفل.